yeah. Prince of Rap حمزة وعمير الراب. موضوع اليوم عن جيش الإلكترون. من بعد التحية للأعضاء القوية، عسكري ومدني متخفي على الهوية، مخبر مكتوم باللغة العربية إن احنا الجيش السوري الإلكترون، ما حدا بيطلع له معنا بالكون. غيرتنا وطنية أسود مية مية، معلوماتنا قوية، تحية للجوية وفرع الاتصالات والمعلوماتية. نحن بين الناس صفوف صفوف، منكشف مؤامرات ومنقضي على الجاسوس، بكبسة زر نخترق الخطوط، منسحب معلومات ومنترجم الحروف. بهمنا تليفون ولا حتى آيفون. يلي معك لابتوب نصيحة روح طوب، اسمنا الهكر كمبيوترك بخطر، انتي فيروس صار معه شكر، جي بي ار اس ما بفيدك يا تيس، ومن دون ما تحس من جيبك يا مندس. اسمع لا تفكر نحنا من هكر، مواقع اخبارية عربية ودولية بتحكي علينا بتشوه السورية، منكشف مؤامرات واسرائيلية. ساك ماي ديك يا امريكية، فاك اس هول للدولة السعودية. وجيش الالكترون امكانية فنية، بيتحكم بجهازك وبسمعك غنية، ياخد لك صورة فوتوغرافية معك يا حبيبي، هاي الكاميرا الخفية. منسيطر على الأخبار، الأخبار الصناعية، ومنطفي ومنشغل هاي فضائية، لمنسس الأخبار الصحيحة والجدية، وعشرية الأخبار رسالة SMS بأرقام حساباتكم المصرفية. خسارة معنا مادية ودولية، ومنعطي دروس للشبكات العنكبوتية، رموز وأرقام سلكية لا سلكية، علامات وكلمات وبيانات بريدية، منحلل أي شفرة برمجية، ومنبعت لك رسالة ومنقل لك هدية، حتى لو كانت من قرن ممحية، من احنا ولاك سود الهكر السورية. شعارنا كشف المؤامرات الكيدية ضد الجمهورية العربية السورية، ان احنا الجيش السوري الالكترون، ما حدا بيطلع له معنا بالكون. نحن الجيش السوري الالكترون، ما حدا بيطلع له معنا بالكون. برينس اوف راب حمزة وعمير الراب، فنان النظام وعلى صدر الوسام. برينس اوف راب.